وحكم اللقاء لاحظ السرعة والآن الآن للجيل الآن للجيل ومسرحي في مرمى جول جول أول للجيل أول للجيل عن طريق البرازيلي الذي يسجل أول الأهداف الشخصية له وللجيل في هذا الموسم. وانزروا يا مسرحي 1-0 إذن الجيل يفتتح مجال التسجيل في هذه الأثناء بالهدف الأول عن طريق البرازيلي البرازيلي دوغلاس. 1-0 في المباراة والقادسية الآن سيبحث عن التعادل لا محالة لا محالة وبدون الشك. لماذا؟ لأن المباراة على أرض القادسية وبين جماهيره. وهنا عبد الرحمن العبيد الذي يلعب الكرة، عادت لمحاولة المرور بالكعب ولكن